عشيب بتعزمك لعندي على جناح، واعتبر المصاري اللي بيناتنا بطل بدي منك شيء. يا الدنيا حر ولا انا بتهيألي؟ طيب اوكي ما تطول. يا اهلا وسهلا. طب ما تبوس الاول. بقى ثلاثة. أنا مش مصدقة صراحة إنه صرنا مع بعض وأخيراً. ده إيه الجو اللي أنت عاملاه ده؟ عجبك؟ ده يعجب الباشا. سحر. إيه كمان؟ يعني اللي يشوفك كده وأنت سيدة أعمال وجامدة ما يشوفكيش دلوقتي. ما أنا بعرف ميز كتير منيح بين إني أكون سيدة أعمال وبين نورهان ومعجبة بحدا. لا أنا ما بشربش. يا ريت تفك كل قيودك اليوم أنت وعندي. نفك بس ما بشربش. عن جد؟ بس مش مسموح تقلي لا على شي ما أنت عندي أنا عند نورهان. شوف يا نورهان، أنا مفيش ست ممكن تملكني أو تقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. أوكي أنت بتأمر. طب ما تعرفني عليك من أول وجديد. لكن يلا شو؟ يعني تقدر تقولي كده أنا أحب أبقى زي الحصان حر. وأنا من هلأ خدمة التراب اللي تمشي عليه. ما تفتح النور. عايز اشعلها بالطريقه دي مش هنبقى احنا اللي وحدنا بنبيع بسعره في الشارع. مخاييل وقلنا هم من رجالتنا وزبون بيجالنا عشان الميزه اللي عندنا دي. كده انطرت الميزه دي مننا. غلطان يا شعلاء. ليه بقى؟ انا بوسع الدايره وقاصد انها توسع. لما يبقى لنا خنان كتير في السوق ومنافس بيع وتوزيع يدينا تميز ونكبر اكتر. محدش يكره شرط الكابتن يا شعلاء. الله يرحمك يا عم زكريا. فهمتك يا كبير. انت عايز ترول للشارع وتعبيه في جيبك. بالظبط كده. السلام عليكم يا عم عبد العزيز. عليكم السلام يا معلم بلعوطي. اؤمر مش بعاد انا انك تجيني معرضي. ليه يا معلم خير؟ هو احنا في من بعض حاجه لا مؤاخذه غير معروفه؟ يا اخويا قول لنفسك. لا اقول لك انت. هو انت بتقعد خالص يا راجل؟ ده انا كويس ايدك في المعرض. حاكم انت لا مؤاخذه بتحب التنطيط. اللهم صل على النبي. يا عم انت جاي تحسدني في وشي ولا ايه؟ لا 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 حاشا لله، انا جاي افتح معاك صفحه جديده ونشغل بعضينا. هات من الاخر. شوف يا معلم، صلى عليه يشفع فيك يوم القيامه. على الصلاه والسلام. يعني انت صليت عليه اليوم كده؟ على الصلاه والسلام. انا عايزك تنزل لي بضاعه زي المعلم مخيل. قلت ايه؟ مش بعاد يعني انك تطلب مني بضاعه. ليه يا معلم خير؟ لانك بتشتغل مع المعلم قنديل وموالس معاه وبتعادل اللي يعاديه، يعني لا مؤاخذه ما تزعلش مني. مطبلاتي. لا لا معلم فكك مني، لا مؤاخذه يعني. انا عارف انك راجل تحب المصلحه والسبايب. هتنزل لي بضاعه نزلت لي وجربني. لقيت معاملتي يافت ورجوله نزل لي تاني. لقيتني وحش لا مؤاخذه ما دخلتش دماغك ما بين البايع والشاري يفتح الله. وفكك مني خالص. قلت ايه؟ ماشي يا عم بلعوطي. انزل لك بضاعه. هو كده. انا عارف انك راجل عملي ومية مية زي ما سمعت عنك. يلا بالاذن بقى اسيبك شوف شغلك. يا لال بالاذن. ايه ده؟ يبقى نزل بضاعه للراجل ده. هتنزله بضاعه بجد ولا ايه؟ ها؟
وانا من امتى قلت كلمه ورجعت فيها يا شعلان؟ بصراحه ده كان بيشمت فينا، ولا انت ماشي بنظريه اللي ما تحتاجش وشه تحتاج قفاه؟ مش النظريه، الراجل ده ناقص ما يسدش في الشدايد، يعني بيركب الموجه ويمشي مع الرايجه، ما عندوش ولاء غير لنفسه. طب ما كويس، ما انت عارف اهو. هتنزله بضاعه بقى ليه؟ عشان شرط الكابتنه يا شعلان اللي قلت لك عليها. جهز نفسك بقى وحط خطه توزيع مع اياد واعمل حسابك، مش هو الكلب الوحيد اللي هيجي يهوها ويتمسح فينا. شكلك كده بتكتك على كبير، بعد غرقنا في نعيمك يا كبير. ربنا يصلح الحال. يا دكتور. اهلا يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله يا سيدي. النهارده؟ لا لا، تمام ماشي يناسبني زي الفل. جاي جاي. فضل ده مين ده؟ ادري. ما كنتش اعرف ان دمك خفيف قوي كده يا استاذ عبد العزيز. لما تكون الغزاله رايقه بس يا سيدي، ربنا يروق الغزاله على طول. لا ما هي رايقه من ساعة ما شافت وشك السمح ده، بقيت زي الفل. قول لي بقى، أخبار التجارة عاملة معاك إيه؟ تمام، ماشية بنفس حضرتك. أنت بتعمل إيه؟ بتطفي السيجارة هنا؟ لا ما ال أنت هتولع السجادة. الله 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 الله، هادي السجاير. قلت لي إن التجارة ماشية؟ خلاص يا سيدي، نحمد الله ونشكر فضله. قلت لي بقى إنك عايز تشتغل في السلاح عشان تساعد إخواننا المجاهدين. حصل. طب قول حاجة تانية. يعني حاجة زي ايه؟ مش فاهم. وبعدين انا تعودت عليك انك ذكي. الفلوس. ايوه الفلوس. شوف هنجرب مرة كمان، ولو اقتنعت بيك حوافي. معلم كده انا هاجي معاك عدل. اهو كده يا راجل، انا اكتر حاجة اكرهها في حياتي هي الكد. شوف يا باشا، قصدي يا دكتور أدري، أنا من ساعة ما طلعت من السجن وأنا عامل زي اللي طالع مطلع، كل ما أوصل لآخره أتزق أتبقلج ويلا من أول وجديد. قلت يا واد ما تفكر بقى وتلعبها صح وتلعب مع اللي معاه المصلحة. ما أنت لعبت أهو ومصالحك في الشارع شغالة. شفت بقى؟ أو أنت كده عايز ترجعني المطلع من أوله، مش عايز تدخلني عبايتك. مفيش ثقة. انا لو لعبت معاك وبقينا فريق واحد لا يمكن اقع الا اذا انت وقعت، ولو فتحت لي بقى مغاره علي بابا واعتبرتني واحد من الاربعين حلاق، مش هتقدر تعمل معايا حاجه. قصدك مش هينفع؟ لا مش هتقدر. ليه مش هتقدر؟ لان ابقى دراعك، ولو قطعت دراعك هتطرطش بقى وتغرق الدنيا دم ونزروت، وانت اذكى من كده. انا عارف. بحبك انا يا عبد العزيز، بس يا خسارتك، اللي اشتغل معانا لازم يكون مخلص لمشروعنا. وتفتكر بقى دكتور كل اللي بيشتغلوا معاكم مخلصين لمشروعكم، ولا نكذب بقى؟ ويعني حضرتك ما بتحبش الكذب. عارف لو كنت اجبت اجابه غير كده ما كانش ممكن ادخلك معانا في الشغل. يعني نقول مبروك. مبروك مبروك يا عبد العزيز، انت هتكسب كتير، هتكسب دنيا واخره. يلا عندك اول طلع السلاح، والعمليه لازم تدخل حيز التنفيذ النهارده. النهارده؟ الحكايه دي يعني لازم ترتيبات وتفكير، وبعدين اعرف انا رايح فين وجاي منين. ده دورك. احنا ناس دايما شغلنا بيبقى تحت ضغط، انت عليك تخطط وتوصل وتستلم وتسلم. هو ده شغلنا. شغلنا دايما بيبقى مفاجاه، وانت لازم تكون جاهز للتنفيذ في اي لحظه. وافتكر كويس، انت اللي اخترت السكه دي، لو كنت قدها. لا مش قدها. ايه قدها؟ قدها بعون الله. واحنا هنشيل منين بقى ونودي فين؟ هتشيل منين؟ انت عارفها، المكان اللي جيت لي فيه بالسلاح. هتودي فين؟ الراجل بتاعك هو اللي عارفها. طب معلش يعني لما مؤاخذه اسال رفيع كده. اتفضل اسال. بالنسبه للكميه يعني هتبقى قد ايه؟ انت مالك ومال الكميه؟ انت عليك توصل وخلاص مهما كانت الكميه. لا يا دكتور ما تاخذنيش،
اصلها لا مؤاخذة بتفرق في السعر وكمان بتفرق في وجودي من عدمه. سعرك احنا اللي هنحدده لك، وخلي بالك احنا مش هنظلمك ولا هنضرك، لا ضرر ولا ضرار. اثبت انت وجودك واكسب ثقتنا وانت هتشوف خير لعمرك سمعت بيه ولا حلمت بيه. مش الفكرة، عملية زي دي فيها رقبتي ورقبة الناس اللي معايا، وانا عايز اعرف رقبتي تسوى كام عندك. رقبتك غالية علينا قوي يا استاذ عبد العزيز، بس ما تقدرش البلاء قبل وقوعه. لا وانا استنى اقوعها يا دكتور، انا راجل طول عمري احب احط النقط على الحروف واعرف مراكبي هترسي على فين. على خير ان شاء الله يا استاذ عبد العزيز، وخلي بالك ان انا هقدرك كويس قوي، والدكتور قادر لما يقول كلمة لازم ينفذها بمشيئة الله. يلا اعقلها وتوكل. البركة، كلامك علق في رقبتي طوق العيب يا دكتور.